الشباب اجتازوا السياج الشائك في اشتباك مع القوى الأمنية. نادين أصبحنا في مكان آخر، أصبحنا في نقطة أخرى نادين، بعد ما كنا يعني أمام شارع المصارف أصبحنا الآن في مواجهة مباشرة بين المتظاهرين يعني ومداخل السرايا الحكومة، وعم نشوف التعزيزات الأمنية الإضافية من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي. هؤلاء الشبان يعني اقتربوا حاليا، منهم ما يحمل يعني بعض الآلات الحديدية إذا بدنا نقول يعني من العصر الحديد لإبعاد السياج الشائك، ومنهم أيضا ما يرمي يعني العناصر بالحجارة. يعني في بعض الوجوه يلي اذا حاليا المزيد من التعزيزات الامنيه في محيط السراي الحكومي، وايضا توافد اضافي للمتظاهرين لهذه النقطه، حيث يعني هناك اكثر من حاجز شائك وضع هنا من قبل القوى الأمنية منذ الأيام الأولى للانتفاضة. يعني بعض الأشخاص هون نادين كان عم يسأل أنه لماذا يعني اجتياز السياج الشائك هنا، منهم يعني من تساءل عن من يعني قام بهذه الخطوة من المتظاهرين، وحاليا عم نشوف كيف يعني بالخشب عم يتم المرور فوق الحاجز الأول من السياج الشائكة من النقطة هنا. إذن تعزيزات إضافية لعناصر قوى الأمن الداخلي مكافحة الشغب بعد ما اقترب مع المتظاهرين يعني من اقترب المتظاهرون هذه النقطة، وهم يرمون القوى الأمنية يعني بالأخشاب، وأيضا منهم يرميهم بالحجارة. لكن منذكر أنه في عدد من المتظاهرين يرفض هذا الأمر، يؤكد على سلمية الحراك ويطلب عدم التعرض لقوى الأمن الداخلي، يطلب من المتظاهرين التراجع وعدم يعني التعرض لقوى الأمن الداخلي. أذكر أنه من ساحة رياض الصلح إلى السراي الحكومي هناك تقريبا ثلاث حواجز حديدية وضعتها القوى المختصة منذ أن بدأت الانتفاضة. يعني للأسف تم هناك اعتراض واضح، يعني مش معترضة اليوم على ضرب القوى الأمنية. في واحد من الوزراء مرق من هداك الميلة قاعد عم ينزل هذا الفيميا عنه، بلش يطلع فينا هيك زور جقر، بس انه شوفونا نحن قاعدين على قلبكم. بدي اقول له بس كلمتين، كلكم يا خنازير حتسقطوا كلكم. تدخل حاليا ايضا من لمكافحة الشغب من حيث نحن موجودين ايضا، يعني من ميلة شارع المصارف لابعاد جميع المتظاهرين من النقطة هنا، وذلك بعد ما كان وصل المتظاهرين وصل المتظاهرون يعني الى اخر سياج حديدي. و يعني نحن رح نرجع نتفلى بس لنرجع الى ميلة المتظاهرين، انه دائما عم بتكون صفوف قوى الامنيه هي الاكثر عرضه لرمي الحجاره وايضا رمي المياه، لكن في اصرار منكرر في اصرار من المتظاهرين انه ما يصير في تعرض للقوى الامنيه. طابور خامس عم بتقول فات، لان انتم اليوم رافضين. اكيد نحن سلميه، نحن مش جايين نخانق حدا، هو شبابنا، هو اولادنا، هو اهلنا، نحن مش جايين نخبط، نحن جايين نوقف النواب الزعران يلي عم يعملوا ضد القانون، يلي عم يشتغلوا ضد القانون. نحن بدنا حكومه هلا. في طابور خامس فات بيناتنا لانه عرفوا انه الجلسه رح توقف، مشان هيك احني هول طابور خامس مش يعني نحن. فعلا نادين هذا التدافع القوي مع عناصر قوى الامن الداخلي حصل يعني مع بدء المعلومات يلي صار تقول انه الجلسه قد يعني ترفع بحكم انه قتلة تيار المستقبل لن تشارك، وكانت الاجواء هادئه نوعا ما هون بالساحه. عم نشوف ايضا يعني المزيد من الكار والفار بين المتظاهرين في هذه والقوى الامنيه في هذه الاثناء، والمزيد من التعزيزات امام السرايا الحكومه. وحاليا يعني المتظاهرون اصبحوا جميعا يعني ابعاد عن السرايا الحكومه، واصبحوا في وسط ساحه رياض الصلح. خلي
خليني أقول رالف إنه رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي معلومات للإم تي في هو داخل مجلس النواب وسينتظر حتى الساعة 11 ربع قبل الإعلان عن إرجاء الجلسة. إذا رئيس مجلس النواب سينتظر حتى الساعة 11 ربع قبل الإعلان عن إرجاء الجلسة. رح نطلع من منى صليبة على تفاصيل هيدا المعلومات وتأكيدها. منى تفضلي عدد النواب والمعلومات اللي قلناها هلأ عن الرئيس نبيه بري. أؤكد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب طبعا هو حضر هنا منذ ساعات الفجر، ولأن ما حصل لم يكن متوقع ولم يكن في الحسبان، بالتالي يعني قرار كتلة المستقبل الذي غير المعادة لليوم لو أبلغ فيه الرئيس نبيه بري امبارح لكان ربما أعلن إرجاء الجلسة، وإنما ما حصل اليوم هو الذي سيؤدي إلى إعلان الجلسة. إذا نؤكد رئيس المجلس هنا، ولكن لماذا ينتظر إلى 11:15 أو 11:30؟ لأن الموعد المقرر للجلسة هو 11:00 من قبل الظهر، ولكن سينتظر لأن الأصول تقضي بأن ينتظر لموعد الجلسة، وإذا لم يعني يحصل نصاب وهذا المرجح بالأرقام، ولكن الأصول تقضي الانتظار ربع ساعة أو نصف ساعة كحد أقصى. إذا هذا الموضوع أكيد. أما بخصوص عدد النواب فللأسف عدد خجول جدا، يعني 3 نواب دخلوا إلى هنا، قد يكون هناك 3 أو يعني نائبان أو 3 نواب بمكاتب مجلس النواب. إذن العدد جد قليل حتى مع الكتل أو النواب الذين أعلنوا المقاطعة، العدد قليل جدا بالمقارنة مع من لم يعلن المقاطعة. من هنا الأجواء هادئة جدا، ولكن أظن أن بمحاذاة الهدوء هناك غضب دفين لما حصل اليوم، أكان على الطرقات أو بالملعب السياسي. كنت ذكرت في رسالة سابقة أنه قد يكون أو قد ينتج عن قرار كتلة المستقبل المقاطعة احتدام سياسي بالسياسي، عم بحكي دائما، وأظن هذا ما سيحصل. فالرئيس نبيه بري يعني قد يكون له موقف عقب أو عند الإعلان عن تأجيل هذه الجلسة، لن أستبق الأمور. بالتالي لكي يكون حاضر رئيس المجلس ولكي يكون عنده وعد بأنه النصاب سيكون مؤمن للجلسة الأولى على الأقل، اللي هي انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان وأعضاء اللجان، ومن ثم يعني يبلغ باللحظات الأخيرة بأن كتلة أساسية تغيب، فهذا ليس بالأمر البسيط، ويعني قد تكون سابقة أو للمرة الأولى. إذن أجواء مجلس النواب لا توحي أبدا بأن هناك جلسة. سبق ويعني أرسلت خبر بمفاده بأن لا جلسة انتخاب ولا جلسة تشريعية، ولكن طبعا وجبنا أن ننتظر البيان الرسمي الذي يصدر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، وكما قلت قد يكون هناك موقف لرئيس المجلس نبيه بري. نديم، نعم، شكرا لك منى. بالعودة إلى موضوع الموكب اللي أطلق النار على المتظاهرين، بينفي مكتب وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم الجيساطي ما تردد على بعض يعني مواقع التواصل عن أنه حصل إطلاق نار عند مرور موكبه إلى مجلس النواب، بأكد أنه موجود بمكتبه بأسرب عبدة ولم يتوجه إلى مجلس النواب. رح نرجع لعند رالف على رياض الصلاح. نعم، التوتر بعده مستمر. نادين، لا يزال التوتر والوضع المتوتر والمتشنج هو المستمر هنا، بحيث منذ وقت قليل يعني حصل تدافع وإشكال بين أحد المتظاهرين يدعى بلال علاو والقوى الأمنية، بحيث اعتبر عناصر القوى الأمنية أنه هذا المواطن عم بيستفز العناصر العسكريين، بوقت يجب أن نشير لأنه القسم الأكبر من المتظاهرين يعني يصر على سلمية هذه الوقفة ويعني على حماية العناصر الأمنية، وحتى يعني عدد من ضباط قوى الأمن الداخلي يصرون يعني على عدم يعني كبر المواجهة في ساحة رياض الصلح. نشير إلى أنه المتظاهرون استطاعوا عن مداخل السرايا الحكومة بعد ما انتشرت قوى من
العناصر من عناصر مكافحة الشغب، وحاليا القسم الأكبر من المتظاهرين أصبح في هذه الساحة هنا. ونشاهد أيضا أن السيدات من جديد هن الفاصل الحاجز بين المتظاهرين وعناصر قوى الأمن الداخلي، بعد ما تم كما ذكرنا يعني أساسا هنا نزع السياج الشائك بين هذه النقطة يعني المؤدية من رياض الصلح إلى شارع المصارف، ويستمر أيضا انتشار يعني الجيش اللبناني في النقطة هنا. نعم نعم رأي. يعني بعض الأشخاص كمان كان أنه مستغرب هالتصعيد اللي صار والعنف بوقت كانت الجلسة معقول أنها تخلص فيها والأمور تسير يعني كما يريد الشارع. نعم نعم رالف، شكرا لك. دكتور فؤاد، بدي حضرتك واكبت المتظاهرين، نزلت على الارض مثل ما نعم. عرفت من اول لحظه من اول لحظه قعدت مع المتظاهرين اللي هن اذا فينا نقول المويناج هن شباب. نعم. كيف بيقدروا كيف قدروا هودي الشباب الخروج من القيود الطائفيه من بعد كل ما تم زرعوا فيهم من هالقيود؟ يعني من سنه 90 وقت ما ظهرنا من الحرب سنه 90. خلينا نروح عفوا عند جويس على ساحة النجمة. نعم نعم جويس. نعم أود الإشارة إلى أنه بحسب معلومات الـ MTV نواب تكتل لبنان القوي لن يحضروا جميعا هذه الجلسة، إنما سيحضر عدد يعني كان مقرر أن يحضر عدد قليل منهم، ولكن حتى هذا العدد القليل يبدو أنه لم يتمكن من الوصول إلى الجلسة. أود الإشارة أيضا إلى أنه بات مؤكدا أصلا منذ ساعات أنه الوزير جبران باسيل لن يشارك، كان لا ينوي المشاركة أصلا بهذه الجلسة. أيضا يبدو أنه كمان في عدد من النواب لم يتمكنوا من الوصول إلى ساحة النجمة، صارت الساعة 11 إلى ربع. هناك معلومات ترجح أن يعلن تأجيل هذه الجلسة، وبالتالي يعني أصر الرئيس بري على عقد هذه الجلسة وذلك لانتخاب اللجان النيابية أقله لتأمين هذا الانتخاب، لكن يبدو أنه هذا الإصرار وجه من إصرار من بالمقابل من إذا فينا نقرب. إذن الوزير علي حسن خليل يبدو عم يعمل اتصالاته، خلينا نقرب شوي. جوزيف في مجال بس نقدر نقرب بليز، عم بطلب من الزميل جوزيف نقول أنه نقرب باتجاه الوزير علي حسن خليل، خلينا نسأله بعد مرة عن هذا الموضوع، عن موضوع السيارة يلي بيأكد مصدر أمني رفيع أنه تعود إليه الأودي يلي أطلقت النيران على المتظاهرين. جوزيف إذا فينا نقرب بليز. إذا وزير صار ما عليك معالي الوزير، نحن على الهواء. معالي الوزير كلنا هون الكاميرات على الهواء. معاليك معاليك معالي الوزير جوزيف فينا نقرب بليز. تأكد ولما صار الحادث بعتقد كنت عم صرح للإعلام معالي الوزير السيارة تعود إليك نعم أو لا، هذا موكبك أو لا، بس ما الموكب فات اللي شفته على الـ على الـ مصدر أمني. معالي الوزير مصدر أمني رفيع، حكيت مع معالي وزيرة الداخلية وقلت لها أنه المصدر الأمني أي مصدر أمني شغلته يفتح الطرقات للنواب مش شغلته يعمل، هذا موكبك أو لا معاليك، يعمل تصريح مش شغلته يعمل تصريح يتهم فيها من دون دليل. معاليك موكبك أو لا؟ معاليك بس جاوبنا إذا موكبك أو لا. بدي أعزبكم لو سمحت. يعني بدي أقول نادين إنه يعني كلام وزير المال كان فيه انتقادا ل يعني قال إنه اتصل بوزيرة الداخلية ريا الحسن وقال إنه كل ما يصدر عن مصادر أمنية رفيعة المستوى يجب أن يتوقف. حاولنا معرفة إنه إذا كان هيدا موكبه سيارة الأودي، نحن بالإجابة عن هذا السؤال، بس بدي أشوف إذا أعطى أي معلومة قبل ما يتمكن الزميل جوزيف من أنه يوصل لحتى نقدر ناخد الكلام منه، ولكن موقف الوزير علي حسن خليل يعني يقول أنه هو توجه باللوم إلى
وزيرة الداخلية وإلى المصدر الأمني الرفيع يلي قال إنه السيارة تعود إليه، ولكن بس سألني هل الموكب موكبك أم لا، ما كان في هناك إجابة خلينا نقول واضحة بنسبة 100% عن هذا الموضوع. على أي حال كما قلنا يبدو خلينا نقول بالترجيح بعد في ربع ساعة المتظاهرون يطوقون مجلس النواب من مختلف المداخل كما سموه يوم حصار مجلس النواب. يبدو أن المتظاهرين نجحوا بالحصار ولم يتمكن عدد من النواب من الوصول إلى ساحة النجمي، حتى أنه عدد من النواب كما كنت أقول سابقا نادين أبلغوا كتلهم أنه هني ما راح يحضروا لأنهم أبدوا القلق، قلقهم من أنه يتوجهوا لهون، من أنه يصير في أي أمور أو إجراءات أو أمور أمنية أو بتتفلت الأمور. على أي حال نعم انقطع الاتصال مع جويس عقيقي. دكتور فؤاد الناس خايف من الناس شو بعده عم يعمل على كرسته؟ على كل يعني عدم تأكيد إذا كان الموكب له ولا لا، أنه هيدا بده يطلع فيه بيان بالأخير والأمور رح تتكشف. أكيد. هيدا شغلة ما بتتخبى لوقت كتير. قبل ما نرجع نحكي عن كيف طهروا الشباب من القيد الطائفي، بس بدي أنتقل بشكل سريع عن دونيز رحمي فخري. دونيز كيف الأوضاع عندك؟ من جديد يعني الأوضاع بحالة ترقب للقرار الرسمي، لإعلان القرار الرسمي بإلغاء الجلسة أو تأجيلها. طبعا هون الكل ينتظر والكل يسأل عن هذه المسألة، كل الشباب والصبايا بعضهم موجودين، حتى السؤال عندهم والتريث من مغادرة الساحات نادين، لأنه عم بيتأكدوا إذا قرار التأجيل يعني بيكون بشكل نهائي أم ممكن تكون هيك بس لإعلان حتى يخلون يغادروا الساحات ويرجعوا بعدين تصير الجلسة. يعني حتى هيدا سؤال عم بيوجهوا لنا إياه، لكن طبعا هيدا بيكون أمر مستحيل طالما بتطلع عن الأمانة العامة لمجلس النواب القرار وبيصير في إعلان. لكن معي فادي حمد الله على السلامة، أكلت أكلي ورجعت على الساحات طبعا أكيد، وسمعت الكل اللي هون من بيروت كمان عم بيقولوا لك الحمد لله على السلامة، صرتوا بتعرفوا بعضكم أبناء الساحات المختلفة. طبيعي، أول شيء بدي أتشكرهم فردا على وقفتهم جميعا، كل الثوار الشرفاء اللي وقفوا حدي من وراهم هني أنا جات وقفت على إجري. وأكيد طالما في هالعالم الطيبة هالعالم الشرفة يلي عم يطالبوا بحق أكيد بدي أرجع أوقف معهم. وبالعكس نحن عندنا مثل بيقول الضربة اللي ما بتقتلك بتقويك، طالما في نقطة دم طالما في نبض أنا مع الشباب على الأرض. وعي فكروا ما حيخوفونا ولا حيرهبونا ولا حيقدروا يكسروا لنا إرادتنا، لأنه نحن أصحاب حق وصاحب الحق سلطان وحنوصل لحقوقنا بكل صراحة. دونيز الله يحميك فادي. مدام نعم كنت عم تسمعي عم تقولي له برافو، 30 يوم عم بركض وراكم لنقدر نحكي يلا، لأنه قلبنا طفح قلبنا طفح. اليوم عيب عليهم، عيب يلي عم يعملوا، الشعب كله عم بيطالب بدنا حكومة، مش نازلين اليوم نشرع. أول شيء ممنوع يشرعوا، وتاني شيء إذا مسموح مش وقتها هلأ، عيب. لازم ننزل حكومة، نطلع حكومة شريفة بلش تنهض بهالوطن وبهالشعب. ما بيجوز شعب له 30 يوم على الطريق، عيب عليهم. حكومة أي نوع حكومة؟ يعني حكومة ناس شرفة ما بتفرق معنا إذا عنده ميول سياسي، كلنا عنا ميول سياسي، بس اليوم لازم يكونوا شرفة ويفكروا للوطن. في كتير اليوم شباب تركوا أحزابهم ونزلوا كرمال هالوطن، اليوم نحن حاملين العلم. ما بيصير بقى نفكر لهيدا الحزب ولهيدا الحزب، بدنا نقوم ببلدنا، لأنه اللي ما عنده بلد ما عنده شيء. نعم دونيز، ويعطيكم ألف عافية أنتوا الإعلام. نعم إذن اسمحي لي دونيز بس أقول بشكل سريع، أنا بدي أحكي بدي رد على كلام قاله قائد الجيش، ونحن منحب قائد الجيش ونحن منحب الجيش. لحظة نعم النواب اللي رح يقاطعوا الجلسة لهلا هن كتلة المستقبل 20 نائب، القوات 15 نائب، كتلة يعني الاشتراك 9 نواب، كتلة الرئيس ميقاتي 4 نواب، الكتائب 3 نواب، المرضى 3 نواب، النائب بولا يعقوبيان، أسامة سعد، فؤاد مخزومي، ميشيل معوض، نعمة فريم، شامل روكوز، فيصل كرامي، وجميل السيد. إذن هول النواب اللي أعلنوا مقاطعتهم للجلسة لهلا. دكتور فؤاد قلت لي كيف لمست هالخروج من الطائفية لدى الشباب فجأة؟ يعني نمنا وقمنا لقيناهم ما عم بيحكوا بالطائفية. لأن خليني بس أعمل لك هيك، يعني من بعد ما طلعنا من سنة التسعين الناس سلموا
هالأمانة لهالناس اللي كانوا بوقت ما لقوات هن أمر الحرب، يمكن ما يسمى بأمر الحرب، مسؤولين بوقت الحرب، وبذات الوقت لهالنواب يلي انتخبوا ب 72 يلي هن عملوا اتفاق الطائف، رجعوا كفوا هن تقاسموا الحصص من بعضهم، سلمون الناس لحديث ما وصلنا لخروج جيش السوري بالسنة 2000، رجع كمان عن جديد الشباب والناس سلفوا على الأرض بال 2005، خروج جيش السوري كمان صار فيه سلفوا عن جديد، وكانوا كل مرة حاطين أمان رح يكون رح يروح لشيء أحسن، رح يصير في عنا كهرباء أكثر، رح يصير في عنا طبابة، يكون في عنا إلى آخره أشياء من هالنوع. لحديث ما وصلنا لحديث هلا من بعد كمان مرة بمخاض عسير وسلموا كمان وطمنوا بينه أن هلا صار في خطوة جديدة، وصلنا لمحل كمان صدوا وصار في إحباط كتير كبير عند الناس أنه ما في شيء عم يتحرك، بل بالعكس السرقة عم بتزيد والسلب المالي عام بعده عم بيزيد. وهون وصلوا لوقت لوقت أنه دائما بيكون في نقطة هي توصل لمحل تقصف شهر ظهر البعير، وهذا الشيء اللي صار بقصة الواتساب اللي هو كان شيء سخيف جدا. وحسوا بهالوقت أنه صار في قواسم مشتركة عند كل هالناس هيدولي، وعملوا كمان بذات الوقت إيدانتيفيكاسيون أنه المشكلة تبعيتنا هي أنه عم بيخوفونا كل الوقت هالناس، تيخلونا كلنا سوا مجموعين نحن نكون بين إيديهم حتى يقدروا يستعملونا بلعبة السلطة تبعيتهم. وهيدي نحن اللي رفضينا اليوم وانتقلنا إلى غير مرحل. رح انتبه بس بدي ارجع عند دونيز بشكل سريع. دونيز تفضلي، كنت عم تحكي مع المتظاهرين بالطريق عم بيعبروا عن يعني شو رأيهم اليوم، ليه عم ينزلوا وكيف عم تتصرف السلطة معهم، تفضلي. دونيز مساعب شاوبر، ما بعرف إذا دونيز عم تسمعنا. دونيز تفضل، رجعنا لك، كنت عم تحكي مع الثوار بالنسبة ل يعني رأيهم باللي عم بيصير اليوم. دونيز ما بعرف، يمكن دونيز ما عم تسمعنا. دكتور فؤاد، يعني بنتظر نرجع ناخذ الاتصال مع المراسلين. اليوم يحكى عن انه هيدي الثوره لازم حتما تودي الى اصلاح النظام اللي بدا جليا انه دونيز. يلا قبل ما نتابع الحديث تفضلي دونيز. نعم نادين، معلش بس لأنه صار من شوي إشكالية مع سيارة للجيش اللبناني، والعميد حلو حابب يوصل رسالة من خلال الـMTV. هل الإشكالية اللي صارت مع السيارة شو اللي صار هون؟ في سيارة عسكرية وصلت لهون بدها تفوت، والعالم كلهم بيعرفوا انه الجيش نحن ونحن الجيش، هذا الشعب الجيش له وهو للجيش. في احد المندسين المحرضين وكبير بالعمر منه شاب عم بيعمل فوره، حرض الناس على السياره وما خليها تفوت وكبوا بقلب زباله. هذا التصرف مرفوض، واذا عرفنا من هو شغله عنا مش عند الجيش، نحن اللي بدنا ندعوسه مش الجيش. هذا عيب الجيش اللبناني، ما حدا بيدق فيه. الجيش اللبناني هو عم بيحمي المتظاهرين، هو عم بيحمي المنتفضين، مش هيك بيتصرفوا مع الجيش لو شو ما صار ومهما كان. شكرا سيادة العميد. اذا رح نرجع اليك ديانا، وانا ناطرتكم ترجعوا لي من بعد منى. ولا يهمك دونيز، ثانك يو، ميرسي لك. انا بدي ضم صوتي لصوت العميد، حلو كمان. حقيقة الجيش بهالثلاثين يوم وخمسة وثلاثين يوم صاروا تصرف بكثير من الحكمة ومن صحيح. الوعي، وشفنا انه حقيقة صار في حادثة أليمة يلي هي مع علاء أبو فخر. بس غير هيك حقيقة ما حسينا ولا محل انه صار في ضغط على الناس اللي كانوا على الأرض مثل ما صار بسوريا والعراق وإيران اليوم. طبعا طبعا أكيد رح نروح عند منى صليبي على داخل مجلس النواب. منى قلتي لنا انه على 11:15 رئيس نبيه بري رح يعلن تأجيل الجلسة، خصوصا انه لحد هلا العدد كثير قليل من النواب. تفاصيل معك تفضل. بعد ما صار الوقت، بعد ما صار وقت 11 وربع، بس راح اخذ تفاصيل اكثر دغري من وزير المال علي حسن خليل بهدوء بلا شوشره على فكره مع الوزير. السؤال يلي ضج البلد اليوم انه موكبك اطلق النار، انا سمعت تصريحك تحت، بس خلينا نوضح للعالم هو كان موكبك ويحق له ذلك او مش موكبك. اول شيء انا من الساعه 8 اليوم بوزارتي اللي مساقبة انه هي بحرم مجلس النواب، وبالوقت اللي صار فيه الحادث كنت نازل من
من الوزارة مشي على المجلس النيابي وعمل تصريح بوقتها، فهذا موضوع ورانا يعني. بكل الأحوال أنا قلت الصبح وبرجع بكرر، من حق المتظاهرين يعبروا عن رأيهم، يعبروا عن رفضهم بالطريقة اللي هني بدهم إياها، وبنفس الوقت من حق النواب وهذا موضوع تاني أنه يكون في عندهم فرصة يوصلوا على المجلس ليمارسوا دورهم اللي هن عم يتحاسبوا على أساسه، وعم يتحاسبوا كمان من قبل هودي المتظاهرين، وهذا شيء طبيعي. في لوم على قيادة الجيش وقوى الأمن وزارة الداخلية أنه ما فتحت طرقات للنواب. أنا بعتقد أنه نحن سمعنا من يومين أنه حرية التنقل مقدسة، واليوم وفي يعني واجب لازم ينعمل على تأمين الطرقات للناس لتوصل لأعمالها، وما بعتقد اليوم في عمل أهم من أنه نحن نعيد تكوين مكتب مجلس النواب اللجان النيابية لتبلش بشغلها ولتواكب حتى بالتشريعات والقوانين الشعار اللي عم يرفعوا المتظاهرين. يعني عتبانين على قيادة ما مش شغلتي أنا بصراحة، ما بعرف شو الظروف بالقصة، بس أنا بعرف أنه لازم العالم يحق لها تتنقل على المحل اللي بدها إياه. تم عليك قرار كتلة المستقبل اليوم، يعني أثار علامات استفهام وتعجب لأن كنتوا أبلغتوا بمشاركتهم، إلى ما سيؤدي هذا القرار؟ ما بدنا نحمله أكثر ما بيحمل، نحن عم ناخده على حسن نية وعم نعتبر أنه ظروف قطع الطرقات أملت اليوم على الكتلة أنها تاخد هذا القرار. الرئيس دولة الرئيس بري بعد الـ 11 إذا ما صار في نصاب بده يؤجل الجلسة، وبعدين الكتل في شيء تاني شو بده يصير؟ ما بعرف شو الإجراء الدستوري أو القانوني اللي لازم ينعمل لحتى المجلس أو لجان المجلس تبلش بشغلة، تبلش بعملها. معقول الإبقاء على قدمه يعني مثل ما كانوا يجوز هالأمر؟ في اجتهادات وفي سوابق، بس هذا الموضوع قراره عند رئيس المجلس. في سوابق بتصار فيها تمديد اللجان مثل ما هي بال 76 بال 89 بأكثر من مرة، وفي اجتهادات بتقول أنه اللجان النيابية وفق القاعدة الدستورية بتستكمل عملها كهيئة إدارية لحين يعني إكمال الظروف اللي بتسمح بإجراء انتخابات جديدة. فينا نسأل بالمال والاقتصاد والنقد أنه تريبل سي سلاش سي هالتخفيض ونحن بوضع صعب، ماذا يقول وزير المال عن الوضع المالي والاقتصاد؟ نحن بظرف دقيق وحساس كتير، صار بيستوجب لأول خطوة من خطوات المعالجة هي تشكيل حكومة جديدة. ما بعتقد في حدا بالدنيا شو ما كان عقله الاقتصادي وعقله المالي وقدراته بيقدر يدير أزمة مثل هذه الأزمة بغياب حكومة. باتت قريبة معليك وانت يعني عم تعمل لقاءات ومشاورات؟ تكليف قريب. يعني خلال اليومين الماضيين ما صار في حقيقة حراك جدي بهذا الاتجاه مباشر، بعدها كل كتلة كل فريق عم بيحاول بطريقته يناقش هذا الموضوع. إذن نادين كلام وزير المال علي حسن خليل المعاون السياسي للرئيس نبيه بري كافي ووافي. القرار سيصدر بعد قليل عن تأجيل الجلسة، ولكن لن يكتفي الرئيس بري بتأجيل الجلسة، واضح أنه في اتجاه لخطوة دستورية حسب ما وصفها وزير المال، قد تكون تمديد ولاية أعضاء هيئة مكتب المجلس أو اللجان رؤساء وأعضاء. قال وزير المال أنه كان في سوابق، لن أستبق أنا ما سيصدر عن الرئيس نبيه بري أو الأمين العام لمجلس النواب، ولكن هذه هي الأجواء. وطبعا عدد النواب لم يرتفع أبدا، نعم. عدد النواب ما زال قليل، وهذا كل شيء من مجلس النواب، نعم. لهذه الساعة. شكرا منى. إلى خارج المجلس سأنتقل مع جويس عقيقة. جويس، نعم. تفضلي. نعم نادين، أولا أود الإشارة إلى أنه يعني تلقينا اتصالا من الوزير سليم جريساتي منذ لحظات، هو قال للأم تي في حرفيا سليم جريساتي سلمي، سليم جريساتي، نعم. يمارس عمله الآن في القصر الجمهوري، صح. سبق ولا يطلق النار، علما أنه بدي أقول، بس أنا عم بحكي عن اتصال وصلنا من الوزير سليم جريساتي، بس خليني أقول شو قال حرفيا نقلا عن لسانه. وأود
الإشارة أيضا إلى أنه هناك معلومات نادين، يعني الجميع يعرف أنه ابنه لسليم جريساتي رئيس جرين بيس، وبالتالي هو عم بيكون بالساحات مع المتظاهرين عندما تنظف الشوارع والطرقات. على أي حال، بالعودة إلى هذه الجلسة، تبلغ عدد من النواب بأنه هذه الجلسة لن تعقد بطبيعة الحال، لأن المتظاهرين نجحوا بمنع النواب من الوصول إلى ساحة النجمة. هناك نواب كانوا قالوا لأحزاب ولكتل أنهم لن يشاركوا أصلا، لأنه كان عندهم قلق من يصير في أي شيء أمني. أود الإشارة أيضا إلى أنه أنا ما ذكرت قبل أنه النائب نعمة فريم كمان منه من الناس يلي راح تشارك، من النواب الذين سيشاركون أو أعلن مقاطعته لهذه الجلسة. صرنا 56 نائب، أضف إليهم نواب التكتل الوطني، يعني عم نحكي عن فايز غصن، فريد الخازن، طوني فرنجية، وستفين دويه، ومصطفى الحسيني، يلي أعلنوا أنه لن يشاركوا في جلسة اليوم. طبعا الجميع رأى كيف هي الصورة، تابع عبر وسائل الإعلام ورأى أن عدد المتظاهرين لا بأس به، عدد أيضا ما يحصل من إشكالات، وهذا ما دفع النواب إلى التراجع. إشارة إلى أنه الوزير علي حسن خليل كان واضح عندما سألناه عن أنه إذا هيدا هو موكب أو مش موكبه، لم يجب عن هذا السؤال تحديدا، إنما قال عاتب وزيرة الداخلية كيف بيصدر عن مصدر أمني رفيع هكذا كلام، ويؤكد أن السيارة سيارته. إذن بقدر أقول إنه النواب تبلغوا إنه ما بقى في جلسة، لن تعقد جلسة اليوم، هذا عندما اتصلنا بعدد من النواب، لكن الإعلان الرسمي لم يتم بعد من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري. شكرا جويس، راح انتقل مباشرة إلى باب إدريس مع رانين. إدريس، رانين كيف الأجواء عندك، وهل الأمور هادئة حتى الساعة؟ نعم نادين، يعني الأجواء هادئة بالفعل بعد الشيء اللي صار. طبعا في ترقب لنشوف على الساعة 11:15 إذا فعلا رح تطير هذه الجلسة بحسب رغبة المتظاهرين والثوار أم لا. مثل ما شايفين أنه هن بعضهم بالشارع، الأعداد عم بتزيد، البعض عم بتنقل من ساحة لساحة وأيضا بين مدخل ومدخل آخر للتأكد من عدم مرور أي نائب، أو حتى هلأ إذا طارت الجلسة للتأكد من عدم خروج أي نائب من أي مدخل، وبالتالي هن مستمرين بهذا الحراك في الشارع في نقطة باب إدريس. مثل ما ذكرت أنه الأعداد زادت بشكل لافت جدا بعد حادثة إطلاق النار، وبالتالي الناس بعدهم هون وعم بتنقلوا بين بعض بحسب الحاجة وبحسب الدعم المطلوب بأي نقطة كان أو ساحة كانت. مثل ما شايفين أنه العالم عم بتدق على كل شيء حديد موجود قدامه، لأنه كان في أصلا يعني خطة بالنسبة لهم أنه يجربوا يزعجوا النواب ويزعجوا أيضا كل من هو بعمله عم بمارس عمله حاليا ومنه بالشارع. رح ننتقل إلى مجلس النواب، رح نستمع إلى كلمة الأمين العام لمجلس النواب. تفضل. في 19/2/2019 موعد انتخاب أعضاء اللجان النيابية لم يكتمل النصاب، وبعد التشاور بين أعضاء مكتب المجلس صدر البيان التالي: إن هيئة مكتب مجلس النواب بناء على أحكام النظام الداخلي، وبما أن الظروف الاستثنائية الحاضرة ولا سيما الأمنية منها حالت دون انعقاد المجلس لإتمام عملية انتخاب اللجان، وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي واستشارة قانونية من الدكتور إدمور رباط الذي قضى باعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع أعضائها وفقا لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها، تقرر ما يلي: اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين، إبلاغ رؤساء ومقرري اللجان وأعضائها مضمون هذا القرار، كما أنه أرجئت الجلسة لموعد يحدد فيما بعد. إذن نادين، كما كنا توقعنا سابقا وأسلفنا بأن رئيس المجلس سيتخذ قرار التمديد لأعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان والأعضاء، هو عمليا أمر دستوري وكان له سوابق، لأن حالة الأمور الأمنية والأوضاع في البلد دون انعقاد هذه الجلسة وبعد استشارات قانونية ودستورية قرر التمديد أو إبقاء
الوضع على ما هو عليه، بمعنى لا تغيير لا في أعضاء هيئة مكتب المجلس بطبيعة الحال الرئيس والرئيس بري ونائب الرئيس ونائب الرئيس ألي الفرزلي، وأيضا لا تعديل على رؤساء اللجان وأعضاء اللجان. لم يحدد جلسة لاحقة لمجلس النواب، الرئيس نبيه بري يدعو لاحقا لجلسة عندما يرى الظروف مهيئة ومناسبة. هذا كان كل شيء من مجلس النواب. نعم منى، يعني بطبيعة الحال أنه جلسة الساعة 1 كمان ما رح تنعقد. يبدو أنه فقدنا الاتصال مع منى. رح ننتقل إلى رالف دومت. رالف، تم تأجيل الجلسات، كيف وقع هذا الخبر على الشارع؟ نعم نادين، سأنقل هذا السؤال إلى المحتجين هنا، لأنه جميعا كانوا عم يسألوا عن مصير هذه الجلسة، عن ما قد يحصل فيها اليوم. تأجلت الجلسة اللي أنتوا طلبتوا، أنه وصلك الخبر هلأ، شو ردة فعلك؟ يعني هي أساسا ما كان لازم يأجلها لهذا الأسبوع، لأنه عارف إرادة الشعب. هو من الأسبوع الماضي الرئيس بري أعلن أنه تؤجل بنفس جدول الأعمال. طب ما نحن الشعب عم نطلب إلنا من 33 يوم غير هذا الجدول من أساسه، في إشياء كتير أهم أنه يعملوها. أول شيء تشكل حكومة، مش يجي يحكينا عن عفو عام وغير. شو تعليقك اليوم على تأجيل الجلسة؟ يعني صار مثل ما الشعب بده، مثل ما الشارع بده. يعني أنا بعتبر اللي صار اليوم تحدي واضح لإرادة الشعب، عم بيصادروا إرادة الشعب، عم بيصادروا حقوق الشعب، وفي تسلط. من ربح بهذا التحدي؟ أكيد الشعب رح يربح بالنهاية، لأنه هو مصدر السلطات، وإن شاء الله هيدا الشعب المحروم يرجع من بعد 30 سنة ياخد حقوقه. هيدا كل اللي بنتمناه. اليوم عم تتظاهر كنت رفضا للجلسة، الجلسة تأجلت، شو تعليقك؟ في تحدي لهالشعب. بقدر اقول شغله ثانيه، اذا بيقدروا يسكتوا اذان الجوامع واجراس الكنائس بيقدروا يسكتونا. شكرا لك. كمان يعني نعم بدي اقول انه هالجلسه ما مطلوب ابدا تصير، بدهم يشرعوا العفو العام للسرقه اللي هن سارقينها، المصاري اللي هن مبيضينها، وهن بدهم يعملوا هالقرار، وهذا القرار منه دستوري ابدا. ما في حكومه ما فيهم يعملوا هالشيء. الشعب هلا ما في حكومة، الشعب عنده القرار، بده يسكر بسكر، ما في بده يأجلها. في أشياء أهم هلا، تشكيل حكومة أول شيء. شو تعليقك اليوم على تأجيل الجلسة؟ صارت ما أنتم بدكم. نحن ما بقى بينضحك علينا. أول شيء شكله حكومة، بعدين يشرعوا قوانين، لأنه نحن صحيح هن عندهم 30 سنة خبرة بالسرقة وبالنفاق وبالقمع اللي عايشونا فيه، بس نحن شعب واعي ونحن جايين نتظاهر بكل. سنستمع إلى كلمة الوزير علي حسن خليل. طريقة بمجلس النواب الشيء اللي بشكل تلبية لمطالبهم لحاجاتهم، تحديدا كل ما يتعلق بقوانين مكافحة الفساد، بعتقد كان في تراجع. بس سابقة اليوم سابقة أنه نستمر بعمل اللجان، يعني عندنا لفتوى دكتور رمال. هي مش سابقة. هذا أمر حصل في الماضي سنة ال 6 برجع بقول اللي صار اليوم أكيد هو اجتهاد دستوري للدكتور رباط، وواضح فيه أنه عمل المؤسسات بيبدي يستمر بظروف اللي بتمنع إعادة تشكيلها تحت عنوان ظروف القاهرة وعدم تعطيل عمل المؤسسات. وهذا الأمر صار في سوابق، صار في سابقة سنة 76، صار في سابقة سنة 89، واللجان بوقت حرب. عم نحكي كنا بوقت حرب، كنا مش بوقت، المسألة مش بوقت حرب. القياس الدستوري هي الظرف الاستثنائي، هل نستطيع أن ينعقد المجلس أو لم ينعقد. اندعى مرتين، اندعى لمرتين، ما صارت الانتخابات، وبالتالي ما فيك تعطلي هذه المؤسسة. على هيك اندعى أنا ما بعتقد ما فينا أبدا نقول نحن دخلنا بالفراغ السياسي. مجلس النواب مؤسسة دستورية قائمة بكل عناصرها مكتملة. إذا في ظرف هلأ منع انعقاد هذه الجلسة، لكن المسألة ما إلى علاقة أبدا بموضوع وجود المجلس أو بقاء المجلس أو استمراره كمؤسسة دستورية. يعني معالي الوزير هلأ صاروا لجان قادرين يناقشوا. اللجان النيابية وفق القرار اللي صدر عن هيئة المكتب اليوم
صار فيها تجتمع وتتابع عملها، ومن ضمنهم لجنة المال والموازنة اللي محالة إلى بشكل قانوني ودستوري مشروع موازنة 2020. سأنتقل إلى دونيز رحمة فخري لنطلع شوي على أجواء الناس بعد ما تم تأجيل هذه الجلسة. دونيز، كيف تلقى الشارع هذا الخبر؟ يعني واضح قديش مبسوطين الناس على تأجيل الجلسة. الهتافات، شو رأيكم بتأجيل الجلسة؟ رائع رائع رائع، كتير حلو، لأنه هيدا من الانتصارات اللي عم تحققها الثورة، ومكملين. مدام تأجلت الجلسة، تأجلت الجلسة، ألف مبروك للثوار. أنا بس بطلب منهم أنه نحن من أول نهار 30 يوم عم نقول أنه ما بيمثلونا، نحن بحاجة لحكومة تجي تحللنا مشاكلنا وبس. وألف مبروك للثوار. شباب تأجلت الجلسة، شو ردت فعله؟ أنه منيح تمام، بس يعني ما قالوا بعد لإمتى أجلوها، ما هيك؟ وأعلنوا تأجيل، بس ما قالوا لإمتى. لا، لموعد غير محدد، يعني ناطرين تنفلتا يرجعوا يفوتوا. لا، مش بالضرورة، لا بدنا نشوف بس منيح. هلأت ما في ساعة. اليوم مش الجلسة طارت، مش الجلسة أبدا، اليوم سقط المجلس النيابي. سقط المجلس من اليوم وطالع. إذا النايب بده يفوت من اوضه النوم على الحمام، بده مرافقه من اوضه النوم تبعه على الحمام. كله ناطرينهم. ما بدنا تاجيل بقى ولا جلسات ياجلها. لا لا، ما بدنا تشريع بهذا المجلس. نحن طالبين حكومه عندها صلاحيات تشريعيه لحتى تشرع، لبينما نعمل مجلس جديد ترجع الثقه من الشعب لا للحكومة تبعنا جديدة. شكرا، يعطيك العافية دونيز. الشعب أقوى، الشعب اللي بده ثورة هو عم ينتصر اليوم. مدام، شو رأيك بإلغاء الجلسة؟ أنا ديجا من شوي حكيت وحأرجع عيد إنه نحن الأولوية هلأ مش لجلسة مجلس النواب، الأولوية هي للتكليف من أجل التأليف، وما بقى يلعبوا بالدستور اللبناني. اليوم الشعب اللبناني كلياته حاططهم تحت المجهر، ممنوع اللعب بالدستور. هل بتعتبر إنه وقفة الناس اليوم هي كانت وراء تأجيل الجلسة؟ بالتأكيد، هذا شيء أكيد. اليوم الشعب يقرر، يوم الذي فر فيه النواب من ناخبيهم، هذا اليوم يشهد على هذه الفضيحة، هذه الشرعية الحقيقية وليست الانتخابات المزيفة. اليوم الشرعية الحقيقية هم الشعب، هم هذه الأرض الذي انتفضت. شو رأيك بإطلاق النار اللي صار؟ إطلاق النار الذي حصل، يعني الحالات التي حصلت هي حالات فردية، ولكن شاهدنا إطلاق نار من داخل سيارات أمنية. هذا الأمر يعني أن قدرة الخوف عندما يخشى هذا الشخص شعبه ولا يستطيع أن يفتح زجاج سيارته ويطلق النار من داخل سيارته، كيف يكون أنه يمثل هذا الشعب؟ بونجور، الله يعطيك العافية دونيز. ثانك يو. بس بدي ناشد الكل يضلون على الأرض، لأنه لجنة التصويت للجان أرجئت وتبدد للجان، بس ما بنعرف إذا في جلسة تشريعية تانية الأساسية يلي ممكن يرجعوا يجتمعوا كرمالها. تم تأجيل الجلسة التانية كمان كريستيان، بس ما تحدد الموعد. ما هيدا هو، نحن بعد ما فينا نتأكد الموعد، ممكن يكون بعد أسابيع أيام أو ساعات. دونك من المفترض العالم تبقى على الطرقات. تاني شغلة بدنا نشيد المسؤولين ونشكر كل المسؤولين النواب يلي فريما وقفوا حد الشعب، لأنه هن من الشعب ممثلين عن الشعب عقبال الباقيين. ثانك يو دونيز. بدي أحكي، بدي أقول له للرئيس إنه هيدا هو الشعب لبنان العظيم اللي ما بيبقى أبدا ما بيرضى بالذل. نحن شعب كله شرف وكرامة، نحن عم نطالب إننا نعيش بهالبلد لبنان الحر بشرف وبكرامة. هون كل اللي نزلوا ما حدا قال لهم ينزل، كل واحد نزل لأنه عنده شرف وعنده كرامة، عنده شرف وعنده كرامة. نحن شعب مستحيل نوطي راسنا لحدا.
أشو خايفين كل شيء في جيش محوطينهم لأنهم وسخين. أنا بنت موريس جميل، أنا اسمي نيكال موريس جميل، أنا بي كان يقول القوي هو يلي لا بيكذب ولا بيسرق، فإذا هن كلهم سرقين وبلا بيطلب حكاية ووقع بالبرلمان ومات. وأنا هلأ بدي أقول إنه لازم نفوت على البرلمان ونمنعهم يدعسوا محل البلاطة اللي مات عليها بي. شكراً مرسي. يعني هيدي هي حالة الناس بعد إعلان تأجيل الجلسة. طبعاً عند البعض عندهم قلق أو حذر أو عدم ثقة بأنه يكون التأجيل وعدم تحديد الموعد هو يكون وراء نية بعقد جلسة ربما بعد ما يكونوا تركوا المتظاهرين الطرقات، ومن هنا صار في دعوات للبقاء بالساحات وعدم المغادرة. يعني ربما قد لا تكون أو حتى ما تكون هذه الدعوات ربما مفخخة إذا فينا نقول بين هلالين، ما عندهم ثقة. يعني هيدي النتيجة إنه ما بقى في ثقة حتى بأي دعوة أو تأجيل للجلسة. شكرا دنيز. رح نروح إلى جويس عقيقة إلى خارج البرلمان. جويس، شو الجديد عندك؟ نعم نادين، يبدو أن النواب بحسب المعلومات يبدو أنهم لن يخرجوا من هذا الدرج، إنما من الباب الخلفي لمجلس النواب وليستلموا سياراتهم من الشارع المقابل، لكننا يعني لا يسمح لنا حتى بتصوير الشوارع الموازية لمجلس النواب، ولكن يبدو أنه أن النواب لن يخرجوا من هنا أصلا، عدد كتير قليل. كما قلنا سابقا أجلت هذه الجلسة، واللافت أنها أرجئت إلى موعد غير محدد، وأبقي القديم على قدمه في اللجان. وخلينا نشوف بس إذا في حدا من النواب عم يخرج. إذن في أنور الخليل، خلينا نجرب نحكي. ياريت فينا نقرب جوزيف على الموبيلات هيك توصل بس. إذا نادين، يبدو أنه النائب أنور الخليل وصل على الموبيلات على الدراجة النارية الآن إلى مجلس النواب ودخل الآن، ولكن طبعا يعني الجلسة أرجئت على أي حال. كنت أقول يعني كما قلنا سابقا بطبيعة الحال لم يتأمن النصاب، عدد ضئيل جدا من النواب حضر، حتى أن عددا من النواب أبلغ كتله أنه لن يحضر لأنه كان قلقا من المشهد الذي رآه ومن الحصار لمجلس النواب. وطبعا يعني كان هناك خوف وقلق لدى النواب من الحضور إلى ساحة النجمة. الجو عم نشوف هناك انتشار للجيش اللبناني ولعناصر قوى الأمن الداخلي عادية. عم بيقولوا لي شباب بالمجلس المسؤولون الأمنيون إنه الصورة عادية جدا من أمام مجلس النواب وما في استقطاب لكتير عدد من الأمنيين، ولكن لابد من الإشارة إلى إنه هناك الجيش عم نشوفه اليوم بساحة النجمة، وأيضا هناك استنفار أمني بمحيط مجلس النواب وبساحة النجمة. نادين، شكرا جويس لهالرسالة. دكتور فؤاد، يعني لازم الأمور تهدأ هلأ بما أنه تم تأجيل الجلسة، لازم تخف حدة يعني التظاهرة، ما يصير في اشتباكات لو أنه العالم قررت تبقى خوفا من أي تلاعب، بس لا يبدو أنه في نية لهيدا التلاعب. يعني اليوم إن شاء الله يقدروا يظهروا النواب اللي فاتوا هلأ، يمكن رح يناموا هنيك يمكن الليلة، خلي يوم بالمجلس. طيب اليوم عم بيكون في حديث كتير انه هيدي الثورة لازم تؤدي الى تطوير نظام النظام. كيف شو يعني تطوير النظام، والى اي مدى هيدا النظام بيقدر يتطور مع الحفاظ على يعني جوهر الكيان اللبناني؟ انا في عندي شغلة هيك سريعة بحب لك اياها. انا انسان يلي حاربت انا وكثير من رفاق تبعولنا، ظهرنا سنة 90 شفنا انه الشباب بدل ما المسؤولين يلي كانوا بوقتها بدل ما ياخذوا بعين الاعتبار شيء اللي حصل، هالزلزال اللي صار بالبلد، اخذوه وكانه هيدي غيمة صيف ورجعوا كفوا يلعبوا مثل ما بدهم باللعب السياسي الداخلي. هون احنا ساعتها بلشنا نشتغل من تلقاء نفسنا حتى نعمل لقاءات مع الاطراف الاخرى اللي كانت عم تحاربنا، حتى نخلق حقيقة نوع من هيك تنقية ذاكرة، نحكي مع بعضنا والشيء اللي هن عملوه نحن نعمله. ونجحنا بكتير محلات، انا اتصلت بكتير من الاحزاب على الارض وعملنا كتير هالشغل، انما كل مره كان نوصل لمحل نقول طيب هذا الصراع على السلطه بين الطوائف بلبنان كيف فينا نتخطيه، وكل مره كنا نوصل لحاجز نفساني ما نقدر ما نفهم عليه.
الشباب اللي عملوه ب 17 كسروا اليوم الحاجز. اعطوني انا اذا بدك، انا كزلمه عم بسعى انه اعطي لاولادي بلد في استقرار وامان وما يكونوا بحاجه يعملوا انا عملته بايام الحرب، هني لقوا الحل ولقوا الجواب. أنا مشان هيك كتير بهنيهم وكتير بشكرهم، مشان هيك أنا موجود على الأرض تكون إلى حدهم إلى جنبهم بالشي اللي عم بيعملوا. يعني أنت العمل اللي عم بتقوله التحسين التطوير صار هيا كيف بدنا نترجمه لهالتحسين؟ بدنا نحصن الثورة يلي عملته. ما في شك إنه في يلي عم بيطالب فيه كلنا سوا هي إنه يصير في حكومة، والحكومة نعطاها قدرة استثنائية لتقدر تحكم وتقدر تقوم بتشريعات معينة على الأرض. وبذات الوقت الحكومة هي عندها أول شيء إنقاذ الوضع الاقتصادي، لأن إحنا نزلين نزول بشكل كتير مخيف وكتير مريب، لحتى ما نوصل لمحل إنه يصير الشارع جوعان وبلش يسور لغير سبب ويقتل الثورة ويقتل الدولة اللبنانية ويقتل كل شيء يشكل شيء بدربه. وهيدي الشيء الخطر يلي أنا برأيي هلأ بدنا نكون عم نركز عليه، ويلي ماني حاسس أنه اليوم الدولة اليوم الطبقة السياسية اليوم واعية لهالشيء. هيدا الشغلة الثانية لازم نعمله هي أنه نبلش نتوجه الشباب اليوم طلعوا من هالتركيب الضيقة بلبنان. أنا برأيي هيدي الشغلة وبلشنا نفكر كده نعمل قانون جديد للانتخاب خارج القيد الطائفي وإلى كل إلى آخره. أنا برأيي قبل ما ننتقل للعلمنة الشاملة بلبنان اللي أنا بحبزها، لازم نعمل محطة واحدة تنثبت هالشهادة وما نعمل الأفز بالمجهول يلي ممكن تعمل مفعول عكسي، يلي هي أنه نوحد قانون الأحوال الشخصية بلبنان ويصير قانون الأحوال الشخصية ملزم لكل الطوائف، بشكل أنه أنا أروح بتجوز بالأول مدني، بعدين إذا بدي بروح على الكنيسة أو بروح لعند الشيخ، وبشكل أنه إذا نجحنا أنه نوحد كل الناس تحت نفس القانون، أنا برأيي يكون عم نحضر حالنا لننتقل إلى لبنان يلي بدهن إياها الشباب. نعم دكتور فؤاد، يعني اليوم الأمور معرقلة سياسيا إذا بدنا نحكي عند الدعوة للاستشارات النيابية والعهد أمام مأزق، رغم أنه مصادر رئيس الجمهورية بتقول أنه هو مصر أو يعني لم يعد قادر على الانتظار والأمور صارت كتير حاسمة بالساعات المقبلة. إلى أي مدى التأخير بالدعوة للاستشارات النيابية الملزمة يهدد الاستقرار بشكل جدي؟ عم نحكي يعني الرئيس هلأ بده يفكر أنا شو رح أترك أثر التاريخ، أثر بالتاريخ للمستقبل، شو الليجاسي تبعيتي. إذا هل أثر بده يتركه أنه يكون في الدولة كلها سوا بتفشل وبصير في مجاعة والناس نزع الطرقات؟ أنا برأيي هذا بيكون هذا مش هيك اللي عم بيفكر مثل ما بعرفه أنا للرئيس عون. مشان هيك أنا برأيي ليش ما بيعمل استشارات اليوم؟ خليه يكب عند هالنواب عند هالناس وخلي يطلع بلا نتيجة، يعملوا استشارات ويطلع بلا نتيجة ويطلع بآخر النهار انه ما طلع ما اتفقتوا على اسم يا شباب، هيك انا عم راوي ثاني. بس طالما انه هو تركها انه انا بدي ألف قبل ما كلف، انا برأيي بيكون اليوم داخل بجو ودخل لبنان بجو مش بس داخلي بس كمان اقليمي، لان اليوم انتقلت الفكرة انه بالاول كانت بدنا نسقط الحكومه، سقطت الحكومه. بعدين طيب انه صار عم بيرجع يعمل عن جديد محاصصه اجتماعات محاصصه وعم نشوف كيف بيركبوا الامور. اليوم تبين انه الفريق اللي دار مدار رئيس جمهوري بطل يفكر هو يشارك بالحكومه. طيب مين اللي عم بيعطل الحكومه اليوم؟ عم بيعطل الحكومه اليوم مثل ما بيطلع بالجرايد والثنائي الشيعي. الثنائي الشيعي لان ما بده يتخلى عن المكاسب تبعيته يلي اجته بالانتخابات ويلي اجته على الارض بسوريا واجته على على الصعيد الاقليمي واللي امنت على الحكومه الماضيه. رح ناقش هذا الموضوع اكثر، بس بدي اروح على باب ادريس مع رنين. رنين، كيف الوضع بباب ادريس؟ كيف صدى تاجيل الجلسه بالشارع؟ نعم نادين، يعني أصداء إيجابية جدا بعد تأجيل الجلسة، ولكن مثل كل الساحات وكل المداخل الناس يعني عندها شوية لغط إذا تأجلت الجلستين، يعني خايفين من انعقاد جلستين على الساعة 2، ولكن نحن عم نقول أنه الجلستين تأجلوا إلى موعد آخر غير معلن بعد. ولكن خلينا نسألهم شوي نعرف آرائهم، شو رأيكم أنه تأجلت الجلسة؟ كيف تلقيتوا؟ أكيد هيدا انتصار لإلنا، والشعب عم يحكي والشعب هو هلا عم بيقرر وعم يحرق الفساد يلي صار خلال الحرب وميليشيا الحرب وكلهم ميليشيا الحرب وكلهم لازم يسقطوا وكل هالفساد. وكتير قرفانه من قلة الحياة تعول هيدول النواب يلي عم يجربوا يخبصوا الناس عم يجربوا يقوصوا عليهم. هيدا مش بس لازم يسقطوا، هيدول كلهم لازم يفوتوا على الحرب.
نعم، يعني حال واحد المتظاهرين نادين، وأيضا لسان واحد بكل الساحات وبكل عند كل المداخل المؤدية إلى مجلس النواب، حيث عم بيتجمع الكل، يعني حتى منعا لخروج أي حدا من النواب بالوقت الحالي، يعني هن منعوهم يفوتوا وأيضا مصرين يضلهم بالشارع، لا يمنعوهم يظهروا أيضا. شو رأيكم؟ شو إيجابي ولا لا الوضع؟ شو شايفين؟ إيجابي لأنه أكيد، يعني مثل ما قلت نادين، الشباب هون معتبرين انه هيدا انتصار جديد صار بعد تأجيل هذه الجلسة اللي هي كانت مستفزة لهم، اللي هي يعني عملوا على حشد على الحشد لمنع انعقادها منذ فترة من كذا يوم، فينا نقول اعتبروها غير دستورية، اعتبروها مستفزة، واعتبروها ايضا انه ما فيها اي يعني مبرر لعقدها، وبالتالي ما في على جدول الاعمال كان اي يعني بند يتعلق بالحقوق اللي عم بينادوا فيها. كيف شايفين الجو؟ كيف تلقيتوا خبر تأجيل الجلسة؟ بصراحة نحن عرفنا من الطبقة السياسية كلها سوا، ما بقى بدنا إصلاح وتغيير، صار بدنا تغيير وإصلاح. يعني هذا هو الحال نادين. بدي ارجع اقول انه الاعداد هون عم تتفاوت، يعني البعض عم بيترك هيدي الساحه وينتقل الى الساحات الاخرى، تحديدا الى رياض الصلح ويعني مبنى النهار او حتى على المداخل المجاوره، لمنع دخول او خروج اي من النواب. اذا الجو ايجابي جدا بعد تاجيل الجلسه، ولكن هن باقيين هون تيتاكدوا انه اليوم ما بقى في انعقاد لجلسه مجلس النواب باي طريقه ان كانت. هيدي هي الاجواء من هون نادين. نعم، شكرا لك رانين. بدي أقول أنه في سيارة واحدة من أرقام السيارات، لوحات السيارات اللي كلنا قلنا الرقم قبل شوي اللي هو 171829 على جيم، هي سيارة موجودة بسعد نايل فعلا، ومنا يعني قد تكون اللوحة الموجودة على سيارة الموكب هي نسخة عن سيارة حقيقة موجودة بسعد نايل بالوقت الحالي، وهي بأم بيضاء. إذن كان لازم نوضح هيدا الموضوع. كنا عم نحكي عن الاستشارات، رجعنا شفنا بالساعات الأخيرة في محاولة مثل ما حضرتك قلت لإرساء من جديد منطقة المحاصصة، أنه مندبر التشكيلة قبل ما ندعي للاستشارات، وكأنه هالثورة لم تقم أساسا. ما خطورة استمرار تمسك الطبقة السياسية بهذا المنطق بالذات؟ أول شيء أنه ما رح يقدروا يهدوا بقى الاقتصاد، وما في شيء بيهديه للاقتصاد، ورح تنتقل الحاله الى اكثر تشدد على الارض، ورح يصير في ناس هالمره مش بس ناس نازلين عم بيطالبوا باسقاط الفساد واسقاط الطبقه السياسيه اللي حاكمه هلا، بس بذات الواحد بلشوا يروحوا لغير محل، وانا برايي هيدي الخطوره بالموضوع. وللاسف اليوم بعدنا عم نشوف انه خاصه الثنائي الشيعي بعده عم بيرفض انه يكون في يتنازل عن شيء، بده يضل حافظ على مفاصل سيطرته على مفاصل الدولة، وكمان عم بيطالبوا بوزارة المالية، بيعتبروا انه هيدي السلطة الرابعة بقلب الحكومة بدهم يحافظوا عليها. بقى هيدا هون انا برايي بالميزان بده يحطوه كل هالناس هدول، هل نحن بدنا ننقذ البلد او بدنا كل واحد يحافظ على قصته؟ اذا كل واحد بده يحافظ على مكتسباته ما مستعد يتنازل عنها حتى لو خرب البلد، اذا البلد رايح على محل كثير كثير صعب، وبذات الوقت اذا صار في عندهم الوعي انا برايي بيرجعوا بيكسبوا الشارع تبعهم، لان الشارع تبعهم رح يتركهم. حضرتك شاركت بالحرب وكنت قيادي، يعني هل ترى انه في عندنا مظاهر حرب تتحضر؟ لا، ما في مظاهر حرب، في مظاهر أكثر انتفاضات رح تكون شرسة على الأرض. يعني التخويف من هيدا الأمر؟ لا، أنا أبدا مش خايف منه، أي مجرد تخويف بالوقت الحاضر، مجرد تخويف. هل أكيد ما في شك إذا طولت كثير الأمور وتطورت الأمور، وخاصة حزب الله يلي هو الطرف الوحيد يلي مسلح اليوم بيزع على الأرض وبيجرب هو يسيطر على الأرض، أكيد هالشي بياخد غير منحة. بس طالما أنه كل واحد هلأ بعده قاعد بمنطقته، كنت تركين الجيش عم بيلعب اللعبة تبعيته، ابدا ما في مظاهر حرب. فينا نتكل على وعي الشباب اليوم؟ نعم، فيك يعني تتكل على وعي، في لا يبدو نضج. عندهم رغبه ابدا بهذا، ابدا الموضوع. في نضج غريب عند الشباب، وعلى كل حال مين بدي اوس على مين؟ يعني ابن ترالوس بدي اوس على ابن جوني، ابن جوني بدي اوس على ابن بعلين، هذا الشيء منه وارد ابدا. هن عم بيروحوا سوا على الجامعه اذا فينا نقول، يعني ما عادت الامور مقصره، قاعدين سوا على الارض هون، يعني الاختلاط الموجود فظيع. انا برايي في نضج كثير قوي عند الشباب، وابدا ما في اجواء حرب، ما حدا يخوف الثاني من هالموضوع، هذا شيء منه وارد. خلينا نرجع على موضوع المشاورات،
مشاورات الحكومة. الرئيس الحريري متمسك بأنه هو لا يريد سوى حكومة اختصاصيين بوجوده هو. بوجوده هو إذا كان هو بده يترأس الحكومة. طرح أسماء أخرى، يعني تبدد هذا الطرح بشكل سريع من الشارع ولأسباب أخرى. كذلك في بالمقابل تمسك الثنائي الشيعي بحكومة تكنو سياسية، يعني مجموعة من الاختصاصيين مطعمة بالسياسيين تضمن يبدو ظاهر حزب الله. أمام هالتعقيد اللي ما عم بيتحلحل، شو هي مفاتيح الحل برأيك؟ ما مفتاح الحل هو عندهم. أنا خايف أنه يوصلوا لينجبروا ياخذوا حل نهار يلي بيصير في جوع بالشارع. أنا كتير خايف منه أنه يوصل لوقت من الأوقات أنه يصير في ثورة على قلة المال، قلة المصاري، قلة الشغل. يعني بطل بقى أنه مطالب الثورة يلي ما بدنا فساد بقى، بدنا ساقط الفساد، صارت هلأ بدنا ناكل يا شباب. بقى أنا كتير خايف أنه يكون هالشي هيدا هو يجبرهم بالمستقبل، مش هيك لازم يستدركوا الموضوع ويعجلوا. وللأسف عم نشوف أنه بيكبوا أسماء مثل اسم الوزير الصفدي أو نواف سليم أو ري الحسن، يعني منشوف أسماء هيك عم تبرم، وبذات الوقت منحس أنه منرجع بالآخر أنه لا يا أخي بدنا نحن الرئيس الحريري، بس الرئيس الحريري حاطط شروط، بده يجي لحاله مع مجموعة هو بنقيها. حزب الله بيجي بيقول له لا بدك تيجي ونحن بدنا نحط ناس معنا حتى تكون تكنو سياسية. إذا إيه هيدا المعضلة واقفة هون، لازم حدا يجي يقول للشباب عجلوا يا شباب، طلعوا بقرار قبل ما الوضع على الأرض هو يسبقكم. نعم، رح نحكي عن إمكانية طرح حكومة مواجهة، بس بدي أخذ جويس عقيقة من أمام مجلس النواب. جويس تفضلي، هل بلش نواب يغادروا البرلمان من عندك؟ نعم، بدأ عدد، يعني كما قلت لك سابقا، هناك عدد من النواب خرج من الباب الخلفي بس شوي. هناك عدد من النواب خرج من الباب الخلفي لمجلس النواب، ولكن أيضا هناك أحد النواب، يعني نائب في حركة أمل محمد نصر الله، نحن ننتظر لكي نأخذ منه حديثا لنعرف ما هو رأي الرئيس بري بأنه هذه الجلسة تأجلت. سعادة النائب، نحن مباشرة على الهواء، بس بدي أسألك سعادة النائب، ما رأي اليوم الرئيس بري؟ يعني الرئيس بري أصر على عقد هذه الجلسة بظل التظاهر يلي عم بيصير، وبظل أنه المتظاهرين كانوا صريحين وقالوا ما رح نخلي النواب يوصلوا. ما كان رأي الرئيس بري؟ أنه هل اعتبر الرئيس بري أنه كلمته اليوم انكسرت في مجلس النواب؟ أبدا، هو لم يقم إلا تفضل. الرئيس بري قام بواجبه بالدعوة إلى الجلسة، و يعني خاطب التاريخ بأنه ما بيتراجع وما لازم نتراجع أمام الأزمات، لازم نعمل على حلها ومعالجتها. ما حصل اليوم أليس تراجعا للمرة الثانية أمام إرادة المتظاهرين والثوار يلي برا؟ ما حصل هو صورة من صورة الواقع الحقيقي الذي يعيشه لبنان اليوم، ونحن كلنا لازم نعترف أنه في أزمة بلبنان. هذه الأزمة انعكست اليوم بهالصورة. البعض يعتبر أنه الرئيس بري لم يعترف بهذه الصورة وبهذه الأزمة، هيك أبقى على عقد الجلسة؟ أبقى على عقد الجلسة لأنه يقوم بواجبه لا أكثر ولا أقل، ويقوم بواجبه بخدمة الحراك من خلال الإصرار على إقامة هذه الجلسة أو عقد هذه الجلسة التي جدول أعمالها كله من مشاريع واقتراحات قوانين تصب في خدمة المطالب التي طلب بها أهل الحراك. سعادة النائب، نحن واقفين عم نحكيك هون، عم تسمع صوت المتظاهرين ماسكين الطناجر، عم بدقوا بالطناجر، عم بيقولوا إنكم، يعني عفوا ولكن أنا أنقل ما يقوله المتظاهرون، إنكم فاسدين، لا يريدونكم أن تكونوا على الكراسي، انزلوا، عم بيطالبوا بانتخابات نيابية مبكرة. شو شعورك وأنت تسمع هذه الأصوات؟ نحن عنا ونعلن بكل صدق وأماني، نحن متضامنون مع مطالب الحراك الاجتماعية والاقتصادية. مطلبنا الأول إنكم تبطلوا نواب. نحن لا مانع لدينا على الإطلاق أن يكون هناك انتخابات ومبكرة حتى، ولكن على أي قانون؟ نحن بدنا نخدمه لأهل الحراك. إذا بدنا نروح على انتخابات نيابية مبكرة على القانون الحالي بده يطلعوا نفس الموديل، بده نشوفوا نفس النتائج. أما وأن المطلوب أن نذهب إلى قانون انتخاب أكثر عدالة وطني، قانون انتخاب غير طائفي، قانون انتخاب يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، يجعل اللبناني ينتخب. ماذا لا تستقلون أمام هذا المشهد الشعبي اللي عمل حصار على مجلس النواب اليوم؟
بنستقيل وقت اللي بندرك بانه اكثريه الشعب اللبناني ما بدها الوضع الحالي. ليش ما بتعتبرون؟ شو بتعتبرون؟ قديش نسبتهم برايك؟ بنعتبروا الناس محترمين عم بيعبروا. منهم اكثريه؟ لا اكيد منهم اكثريه. ليش الاكثريه وين؟ الاكثريه موجوده بعد ناطره المواقف اخرى. نحن في عدد كبير من الناس ساعات النائب بالشارع نحترمهم ونأكد انه عدد كبير ومحترم، ولكن يا ريتهم بيتحولوا لثوره. هن مش ثوار؟ ما لنا ثوره؟ هن هلا حراك. الثوره حتى تكتمل بدها ثلاث شروط، بدها ناس وهن موجودين، بدها قياده وهيدي مش موجوده. اللهم موجوده القياده الخفيه، فلتعلن عن نفسها القياده اللي بتحب تعمل برنامج يومي. بس في ثورات كثيرة صارت بكل بمختلف بلاد العالم ما عندها ما كان عندها قيادات. هيدي مش ثورات الشعب، ثورات الخارج على الشعب. وبدها شغلة ثالثة، برنامج. ما هو البرنامج؟ بكلام أهل الحراك كلهم، يعني كلهم هكذا يبدأ برنامج المتظاهرين والثوار. وبعض الساحات عم بيهتفوا بحياة بعض القياديين السياسيين. خليني فرجي المظهر اليوم. هلا هناك دراجات نارية من شباب يحملون العصي نادين عم هلا موجودين بساحة النجمة. واضح هذا جوزيف، يا ريت منصور، يعني فتحت لهم الطريق. خلينا نشوف، يعني يا ريت منشوف مع الزميل جوزيف نقول الصورة كيف. إذا منفك الكاميرا جوزيف منقدر يمكن نصور. إذا يعني وصلوا بالدراجات النارية، حتى إنه في شباب ماشيين لحالهم، يعني معهم العصي ويرتدون يعني قمصانا سود. ما بقى يعني فتحت لهم الطريق، واضح انه فتحت لهم الطريق. هم يتوجهون في هذه الاثناء. رح نتكل عليك جويس، تعرفي لنا اذا هن تابعين لشي جهاز امني ام هن من خارج يعني الاجهزه الامنيه عسكر هن. بس خليني اقول نادين انه في احد عناصر قوى. بس مالك علاقه تصور العسكر وين رايح؟ مالك علاقه. انا نعم سامع. بس خلينا بيقول اذا احد الموجود عنصر من قوى الامن الداخلي المولج حمايه ساحه النجمه، ما لك عليه تصوريون هول عسكر. خلينا اذا بحسب ما يروي انه هن عسكر كما يقول عنصر حمايه مجلس النواب الذي يرتدي قوى الامن. لا عم وضح انه هن عسكر، اذا عم بيقولوا هن قوى امن وهن عسكر. انقل ما يقوله عناصر حمايه ساحة النجمة للام تي في، عناصر حماية البرلمان. نادين. نعم، شكرا جويس لك، يعطيك ألف عافية. سننتقل بعد جويس، كنا بدنا ننتقل لعند رالف، ما بعرف إذا رالف جاهز. كنا عم نحكي دكتور فؤاد عن احتمالات الحكومة اللي عنا بقيت، يعني بالأخير إذا لم يتم توصل إلى اتفاق، يعني قد يلجأ البعض إلى حكومة مواجهة، حكومة من نوع واحد، يعني حكومة ترضي فقط الثنائي الشيعي. سنواجه فيها، رح يواجه فيها العالم اللبنانية، يعني رح نواجه فيها المجتمع الدولي. قديش هن قادرين يلجأوا لهذا الخيار؟ يعني إذا بيقدروا يعملوا أعجوبة يركبوها 100% مثل ما هن بدهم ويجيبوا النتائج للناس إنه بكل معنى الكلمة على كل الأصعدة، يمكن بنقلهم ساعتها. بس هذا الشيء نحن ما بنظن إنه المجتمع الدولي لن يرضى على هكذا حكومة. أول شيء في حصار من هلا موجود على لبنان، رح يصير حصار بعد أقوى. خلينا ناخذ مثل حاصل بالعراق مثلا يلي هي الحكومة، الشعب خاصة الشيعي عم بينتفض على الحكومة يلي هي رئيسها شيعي وموالي لإيران، وشفنا كيف فاتوا على القنصليات الإيرانية عم بيكسروا القنصليات ويحرقوا القنصليات بالعراق. إذا هيدا إذا بدك نموذج من الشيء يلي بكره حيتحول ويصير كمان بلبنان. طيب، التيار الوطني الحر وتيار المستقبل تبدو العلاقة متشنجة جدا، وكل ما تشنجت العلاقة بين يعني الأفرقاء السياسيين تنعكس سلبا على الناس بطبيعة الحال، تصير الأمور تتعركج أكثر. برأيك هل رح يتم إيجاد حل حالي لهالعلاقة المتشنجة، أو أنه أصلاً العلاقة الجيدة بين بعض لم تأتي بنتيجة جيدة للعالم باعتبار يعني التسوية الرئاسية اللي أتت بالرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة وإلى آخره؟ بظن أنه يلي عمله الرئيس حريري وقت استقال كان عم تنهي إذا بدك هالعلاقة بين اثنين.
وكل حال قالوها أنه هذه اجت طعنة بالظهر وما كان مفروض أبدا يستقيل الرئيس الحريري يعني. بقى اجت هيدي أنا برأيي تنعي هالتركيبة اللي كانت حصلة بوقت الانتخابات. وهلأ نحن عم نتجه لمناخ جديد، وإذا ما تداركوا لهالمناخ جديد رح يكون في له غير حسابات فيما بعد. قد نستفيد نحن من هالإشكال بيناتهم، رح نحكي كيف، ولكن رح انتقل قبل إلى نوال بالريح على قرب مبنى النهار حيث شهدت هيدي النقطة أولى المواجهات مع القوى الأمنية، ولكن الأمور هلأ هادئة. نوال، كيف تقبلوا العالم أو كيف استقبلوا خبر تأجيل الجلسة اللي هو كان مطلبهم الأساسي اليوم؟ بالفعل نادين، ربما الصورة بتحكي عن حالة. الآن فينا نقول أنه بلشت الأعداد تتقلص هنا في المنطقة المحاذية لجريدة مبنى جريدة النهار. عم نشوف بعض التجمعات هون موجودين، ولكن يعني فينا نقول أنه معظم اللي كانوا موجودين بالمنطقة هون فلوا وغادروا المنطقة بعد ما وصلوا للي بدهم إياه، وهو أنه الجلسة أرجئت. القوى الأمنية ما زالت موجودة الآن طبعا بانتظار أنه أن يخرج الجميع من الساحة لحتى ما يصير في نوع من الإشكال الآخر، ولكن أعتقد أنه مش مفروض بعد وقت كتير تفتح ترجع هذه الأسلاك بعد ما يعني أخلى النواب مجلس النواب، وهني طبعا عددهم كان قليل. إذن مثل ما عم نشوف يعني هي أعداد قليلة بقيت، حنجرب نحكي معهم. أرجئت الجلسة وأنتوا كنتوا هيدا طلبكم، أرجئت الثانية كمان، ما هي الأولى وخلص، طالما أرجئت أول وحدة فلوا يعني. إيه هيدا الشيء اللي جايين كرماله، ما بدنا إياهم يعملوا ولا شيء الآن، أصلا ما عم يعملوا شيء قانوني. يعطيكم العافية. هون إشارة نادين أنه بالفعل بعض المتظاهرين عم يجوا يسألونا كانوا أنه الثانية أرجئت كمان، يعني في بعض منهم باقي لأنه مفكر أنه ممكن تصير جلسة تانية. إشارة إلى أنه طبعا بطبيعة الحال لما الكتل تعتذر عن الحضور، يعني اللي ما أجا أول جلسة أكيد ما حيجي على تاني جلسة. اليوم الكتل لن تكون في مواجهة الشعب، يعني اليوم لما يقول أنا عم بعتذر يعني الكتل لن تناور على الشعب، وبالتالي الرئيس بري غادر، النواب غادروا، وبعد قليل ربما تفتح الطرقات للتأكيد على أنه الجلسة أرجئت. وربما هيدي يمكن كمان لازم ننوه أنه لضرورة فتح الطرقات هنا في هذه المنطقة لحتى المتظاهرين يتأكدوا أنه بالفعل ما بقى في جلسة، هو بطبيعة الحال انتهت هذه الجلسة وأرجئت، لحتى اللي على الشارع يتأكدوا أنه خلصت ويغادروا، أو أنه على الأقل يخلص هذا الاعتصام. بس فينا نقول أنه بطبيعة الحال كانت هاي المنطقة شهدت صباحا اشتباكات، ولكن عادت الأمور إلى هدوءها من حوالي الساعة 8، وهيدا الجو كان منذ الصباح ومستمر، ولكن بأعداد كتير أقل مثل ما قلت، لأنه المتظاهرين بيعتبروا أنه هن وصلوا للي بدهم إياه وتم إرجاء هذه الجلسة. وأعتقد بأنه عندما تفتح الطريق هنا والأسلاك الشائكة تزال بترجع الأمور إلى طبيعتها في منطقة النهار. بطبيعة الحال نحن هنا وعند فتح الطرقات أو حتى أي شيء جديد عند المتظاهرين طبعا سنوافيكم به. نادين، شكرا نواليتك، ألف عافية. دكتور فؤاد، كنا عم نقول عليه المتوترة بين التيار والسجلات اللي طلعت بالأخير. السجل البارز كان أو التصريح البارز كان من النائب حكمة ديب اللي قال أنه نحن توجه إلى تيار المستقبل، كنا عم نغطي على فسادكم. هون هو اعتقد أنه عم بيفضح تيار المستقبل، ولكن العالم فهمت منه أنه بما أنكم غطيتوا على الفساد يعني أنتوا فاسدين. شو رأيك بهال؟ أو مشاركين أكيد ببعض الفساد. شو رأيك بهالتصريحات، بهالمحاصصة إذا فينا نقول اللي كانت؟ هي وقت توقع البقرة بيكتروا السلخين. يعني اليوم البقرة وقعت وبلش كل واحد كب التهم على التاني وكل هذا، وبظن كل ما واحد جرب يفضح التاني عم يفضح حاله كمان. هني أفضل لو كانوا بيسكتوا، لو كانوا اليوم مثلا هالجربوا قانون العفو كان بدي يمرقوا اليوم، لو بدل ما يقولوا بدنا نمرق قانون عفو اليوم بدنا نمرق قانون المحاسبة اليوم، يمكن الناس تقبلتها أكتر. هذا بدل قديش في يعني قلة ثقة بهالناس اليوم يلي على الأرض وعم بيحكموا على الأرض. تعطيك في أمثلة مثل بلاد عالم ثالث مثلنا نحن اللي هي نيجيريا. أنا عشت بنيجيريا بفترة من الفترات بعد ما انتقل الحكم بأواخر سنة 2000 من الحكم العسكري للديمقراطية، عملوا شيء اسمه الـ EFCC Economic and Finance Crimes Commission.
لمحاسبة يلي سرقوا، لاسترداد الأموال المنهوبة، لحتى يعالجوا وينقوا ينقوا العمل السياسي بلبنان وبذات العمل الاقتصادي والمالي بلبنان. ونجحت هالمؤسسة هيدي أنه حقيقة ترجع تسترد كتير من الأموال، ورفقوها كمان بذات الوقت بتربية بالمدارس أنه الفساد بيخرب البلدان، وبذات الوقت عملوا الإي-Government الحكومة الرقمية يلي هي اليوم صرت بتدفع ضرائبك وبتعبي كل شيء على الإنترنت، روح على البنك بتدفع كل شيء. بلد يلي كتير تعبان يلي فيه فساد كان أكتر منه، قدرت الحكومة بوقت لو ترجع تكسب عاطفة الشعب وثقة الشعب، وجربت أول شغلة تعملها هي أنه ترجع تكسر هالحاجز اللي كان موجود بين الطبقة الحاكمة اللي كانت هونيك بوقتها اللي ما كان سألين عن الناس وعم بتقتل من الناس وعم بتدعوس عن الناس، ورجعت تجيب الناس لعندهم وتقربها منهم، وخلقوا بالدستور الجديد خلقوا شيء أنا برأيي كتير مميز بهالبلد هيدا، انه طلبوا من كل الفئات المفكره بهالبلد هيدي والاليت المفكره بهالبلد تيجي تشارك بوضع الدستور الجديد بنيجيريا. بهالطريقه هيدي قدروا شركوا الناس وقدروا رجعوا خرقوا روابط مع الناس. هذا اللي عم بيعملوه بالعكس هون تماما، عم بيبعدوا اكثر عن الناس، فاتوا بصراعات بين بعضهم، غير انه هن اليوم فشلوا وصار في اذا بدك تثبيت للفشل تبعهم، اللي عم بيعملوه بعد عم بيرجعوا يثبتوا اكثر، عم بيصفوا حساباتهم بين بعضهم، وكانه البلد بعده بألف خير وبعد فيهم يلعبوا هاللعبه بين بعضهم. لا، أنا برأيي الناس صارت كلياً بغير محل ولازم يفهموا. حتى الخيار إلى عودة الرئيس الحريري إلى الحكومة وتمسك الرئيس بري من أبرزهم اللي متمسك أنه يرجع الرئيس الحريري لا يبدو مقبول من الشعب اللبناني أو من الثوار على الأقل. إيه يعني إذا بعد إذا ما زال هالقد معلق فيه الرئيس بري للرئيس حريري، خلي يتركه يركب الحكومة اللي بده إياها، بركي تمرق عند هالشعب هيدا، بدل ما كل واحد يقول إيه أنا داعمك بس أنا بدي أحط لك كبلك بذات الوقت، لا ما بصير. هل تعتقد الثوار بيقبلوا بحكومة يترأس الرئيس الحريري مع اختصاصيين؟ يمكن في قبول اليوم. أكثر؟ إيه نعم، في جو اليوم بين هالناس، أنا بشوف في ناس ضد وفي ناس مع، حسيت إنه بعد ما استقال صار في ناس مع هالطرح هيدا. طيب خليني ارجع شوي للمواضيع يعني اللي مش ابعد، يعني هذا رايي انتبه بس عم لك الناس على الارض، في ناس بلشت تفكر انه ايه بتمرق هيدي المواضيع اللي ابعد شوي من هيدي الثوره وقد تاتي بمرحله مقبله وهي سلاح الحزب، يعني انطرح بمرحله من المطارح مرحله من المراحل خلال هيدي الثوره، رجع خف الحديث عنه من بعد يعني من بعد ما رجع تم التركيز على المطالب المعيشيه. لا شك أن هذه الثورة رح تأثر بشكل خلينا نقول غير مباشر على ما بعرف شرعية هذا السلاح بلبنان، إلى أي مدى بتقدر هذه الثورة توصل إلى السيادة الكاملة للجيش اللبناني على كل أراضي؟ بأول مطاف ما حدا جاب سيرة حزب الله أبدا. أنا برأيي اللي دخل حزب الله بالموضوع هو سيد حسن شخصيا بأول إطلالة إعلامية يلي أنا برأيي كانت مش منيحة مش موفقة، كانت صلحها بتاني وحدة وخاصة رجع حط العلم اللبناني وراه بتاني وحدة، كانت هيدي أنا برأيي موفقة أكتر. أول وحدة كان كتير في حدية بكلامه وقال الحكومة ما رح تسقط وإلى آخره، وفيما بعد سقطت الحكومة. أنا برأيي هو دخل حاله بالسجال، ودخل حاله بالسجال بشغلة تانية كمان صارت من قبل حزب الله، هي عم يبلش أكتر وأكتر أن حزب الله هو عم بغطي الفساد والفاسدين وعم يمنع أنه هالفاسدين يفلوا من الحكم. بقى انا هون بشوف انه هيدي الخطا الثاني يلي اليوم عم بيعملوا حزب الله، عم يرتكبوا حزب الله، انه بدل ما يجي يقول انا من الاساس بدي حارب الفساد مثل ما قال هو من وقت ما صارت انتخابات، قال نحن مشاننا كذا مره رددوها كل المسؤولين بحزب الله رددوها وخاصه سيد حسن، بس ما قدر اقنع الناس انه ما في علاقه بين السلاح والفساد. ايه اكيد هو كان عم بيجرب يفصل بين الاثنين، انه السلاح هو مقدس وطاهر والفساد هو فساد. اليوم وطلعوا قالوا عده مرات امبارح جرب يرقع شوي صغيره النائب حسن فضل الله، وطلع قال انه نحن انا عندي ملف في الاف الاوراق وكذا والى اخره. طيب ما طلعوا قالوا له وقالوا له من الشارع الشيء، طيب يا اخي صار لك سنه عم تحكينا انه عندك انت اثباتات، طلع الا شيء وحده منهم حط لكم شيء واحد بالحبس حتى نصدقكم. هون بيصير في صله اذا بدك بين انه السلاح عم بيحمي الفاسدين لان الفاسدين عم بينفذوا مقارب حزب الله، وهيدا اذا بدك هون يلي هن شملوا حالهم بهالتركيبه هيدي، واذا طولت الثوره والثوره بلشت تاخذ غير منحى يكون اكثر رايح بمنحى سياسي، ايه اكيد رح ياثر عليهم بالمستقبل. طيب مقابل كل هالشيء خلينا نقول الاحزاب المسيحيه
يعني مثلا القوات الكتائب وغيرهم من الأفرقاء المسيحيين اللي هن عندهم موقف مبدئي من هذا السلاح، أخذوا موقف يعني مشجع أو يعني داعم لهذه الثورة، بيقدروا يفوتوا بهيدي المعركة من باب الثورة؟ أنا برأيي لا، لأن كل إطلالة لإلهم بهالموضوع أو بغير موضوع عم بيكون سلبي ومرفوض من قبل الناس. يعني اللي عم بيحكوا الناس عم بيحكوا الناس، خلي الأحزاب تفكر بغير مقاربة لطرح هالمواضيع على الأرض، ما يكونوا عم بيستغلوا هالتيار الكبير اللي حاصل اليوم على الأرض حتى يمرقوا بعض الأفكار السياسية تبعيتهم، لأن ما برأيي رح تمرق. هن ما بيتلاقوا مع بعض؟ أكيد بيتلاقوا. رغم المواقف يعني المعارضة للفساد، محاولات بعض الأحزاب يعني لكسر نمطية معينة، ما عم بيتلاقوا بالصورة. إيه بس بدون يشاركوا مش كأحزاب، بدون يشاركوا كحزبيين بقلب هالحراك هيدا. طيب رح ننتقل إلى رالف دومت. رالف، كنت برياض الصلاح بعد الحشود المجتمعة، كيف ردت الفعل على تأجيل الجلسة اليوم؟ صحيح نادين، نحن في ساحة رياض الصلح تحديدا على يعني أبواب الشارع المادي إلى شارع المصارف، حتى بعد يعني إعلان انتهاء أو إرجاء الجلسة التشريعية، والفرحة اللي صارت هون بين صفوف المتظاهرين، لأنه الحركة لا تزال، أعداد كبيرة من المعتصمين لا تزال في ساحات الاعتصام في بيروت، من يعني أيضا في نقول أنه لا تزال أيضا الوقفات اللي كانت قدام شارع العزارية، أيضا كنيسة مار جورجوس والمداخل المؤدية إلى مجلس النواب، وهنا الوقفة في ساحة رياض الصلح بعد ما كانت شهدت الساحة هون نوع من التدافع مع القوى الأمنية. الجميع هنا يعني يعبر عن استمرار الثورة وعن فرحته بما حصل اليوم من تأجيل الجلسة التشريعية بمجلس النواب. اليوم الجلسة التشريعية تأجلت، صار يلي أنتو يلي الشارع عم يطالب فيه. بونجور، يعطيك العافية ومرسي. سوري ما سمعت السؤال بعد مرة لو سمحت. الجلسة تأجلت اليوم، هلا هيك عم بيقولوا تأجلت؟ تأجلت. اوكي جريت. نحن مطالبنا معروفة من أول يوم، معروفة مطالبنا، وهلا خلصة يعني، أكيد الرسالة وصلت وأكيد لازم يتفهموها. يا نحن دولة ديمقراطية يا نحن دولة ديكتاتورية، بس بدي أكد إنه ما شيء شخصي، نحن صوتنا لحدا. إذا أنت موظف ما عم بتنتج بنقول لك شكرا يعطيك العافية، منا شخصية. إذا فعلا نحن ديمقراطية أعطيناهم فرصة، وجمال الشعب اللبناني نحن صبورين وقلبنا طيب وأعطيناهم فرص، بس إني ما مش الحال. شكرا يعطيكم العافية ومع السلامة. هيك بقول يعني صرنا هنا حاليا في الساحة تستمر رفضا يعني للسلطة القائمة المسؤولين يعني، وفعلا الأعداد عم تزيد في ساحة رياض الصلح، وهي يعني تردد بكل يعني المسؤولين حاليا لا تستثني احد، وايضا يعني تطالب بتحقيق مطالب الحراك المدني يعني من كل الفئات العمريه ايضا موجودين اليوم. شو الصرخه اللي عم بتقولوها؟ شو الشعار اللي عم تقوليها؟ شو بدي اقول لك؟ بعرف منين حالنا، شو عم نقول وشو بدنا نقول. بدنا نخلص منهم، يحلوا عنا، والله العظيم قرفونا. بدنا نعيش بكرامه، بدنا نعيش بهالوطن الحلو. ما عرفانين شو بدنا نقول، وهن ما عم بيردوا ولا عم يسمعوا ولا عم بيشوفوا شيء. شو بتوقع اكثر من هيك بعد؟ شو رايك اليوم بتأجيل الجلسه؟ ثورة اليوم شيء بجنن، والجلسه ريتها ما ترجع لا هي ولا هن. يحلوا عنا بقى، تعبونا، جوعونا. شكرا كثير. تأجلت الجلسة، بعدكم بالشارع، بعدكم مستمرين اليوم بهالوقفة؟ أكيد اليوم الشعب حكى كلمته، ولما يحكي الشعب الكل لازم يسمع هالكلمة. هيدا الشعب عم بيكون قدوة لكل الشعوب العربية وكل شعوب العالم، ولازم يحترموه وتنسمع هالكلمة. عم بتطالب اليوم بثورة ببيروت، الثورة لها 30 يوم صايرة، بعدكم بالشارع. ما حتوقف، ما حنطلع من الشارع، ما حتوقف الثورة. نحن كل ما هن عم يذلونا وكل ما هن عم يتحدونا حننزل أكثر على الشارع، حنكون أقوى وحنصمد وحنضلنا متماسكين كلنا سوا ضدهم كلهم، رح يسقطوا هن، حيسقطوا. Thank you.
يبدو انه العالم رحبت كثير بهذا القرار، اكيد انتصار مهم لهم. من بعد اول مره تم تاجيل الجلسه، هيدي ثاني مره يرضخ السياسيين لاراده الشعب. دكتور فؤاد، اليوم يعني مثل ما حضرتك قلت، الطرف الوحيد المسلح بهذا البلد هو حزب الله، وبالتالي في خوف من باقي الافرقاء منهم المسيحيين بشكل خاص على وجودهم بالبلد في حال يعني هالثورة ما وصلت لأي نتيجة، مثلهم مثل غير أفريقيا. كيف بتشوف يعني وضعهم بالمرحلة المقبلة؟ أنا بظن اليوم المسيحي عنده دور أساسي وجوهري ومحوري بهالثورة هيدي وبالبلد. وجود المسيح الحر بسنة 1920 هو أنتج دولة اسمها لبنان. اليوم المسيحي اليوم بلبنان لازم يوعى أنه عنده دور تاريخي تاني، هو تثبيت هاللبنان الجديد هيدا، ويترجم يلي عم بيصير بالشارع اليوم بالقوانين الجديدة يلي اليوم بدها ترجع تصير أكثر منفتحة وأكثر ثابتة. هون بدي أخذ بعلا، بدي هيك يذكر شغل الناس، في 1611 ضيعة بلبنان. تقريبا ما في ولا ضيعة مختلطة سنية شيعية أو درزية سنية أو درزية شيعية، ما في إلا المسيحي بعيش مع كل الطوائف الأخرى بلبنان. والمسيحي مسؤول أنه هو يضل ميد الجسور بين كل المذاهب بلبنان. وهذا نحن بمؤسسة الثورة اللي عم نعمله، خاصة بقرى الأطراف من الشمال إلى الجنوب، يلي عم نحس رؤس البلديات والمخاطير وخور الرعية أنه يمد إيده ويفتح الكنائس تبعيته لكل المسؤولين من الأطراف. ساعدتكم الثورة بهذا الموضوع؟ إيه أكيد. ونحن أنا بظن نحن كنا دجا حسين النبض تبع الثورة عم بيحصل على الأرض من خلال أنه كان في ناس طوائين يلتقوا مع بعضهم بكذا محل. مثلا مرة بجديد فاكرة صار في تاتشين كنيسة، التقوا رئيس بلدية عرسال بعز دين الحشرة وبعز دين الحرب اللي كانت عم بتصير بين عرسال والهرمل والمحيط تبعها. اجوا رأس البلديات اثنين قعدوا اثنيناتهم بالكنيسة وتدشنوا اصلا لا خلاص الكنيسة. للبنان الا يعني تقوية الجسور بين شك. كل الطوائف. دكتور فؤاد، بس بدي ارجع شوي للوضع السياسي، في دعوات الى تقصير ولاية مجلس النواب، أكثر حدا حكي بهذا الموضوع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل. هل يعني أنتوا بتعولوا على نبض الشارع على إنتاج طبقة سياسية جديدة؟ أكيد. ما بتخافوا من عودة نفس الوجوه؟ أنا ما برأيي في بترجع نفس، خصوصا أنهم لازالوا بالسلطة يعني عندهم القدرة على ما في شك أنه رح تكون، ما رح نقدر نجيب 100% نعمل تغيير، بس أكيد رح تختلف كليا اليوم صورة مجلس النواب رح يختلف كليا. مشان هيك نعم بدنا نقصر الحكومة العمر الحكومة ولاية المجلس النواب هلا، وبذات الوقت أنه حتى ولو كان ما قدرنا نغير قانون الانتخاب بقينا على قانون الانتخاب الحالي، أنا أكيد أنه في كثير شيء رح تتغير. في اشياء رح تتغير وين؟ بالشمال، بطرابلس، بالجنوب؟ انا برايي وين ما كان، لان الانتفاضه هيدي عمت كل لبنان، واكيد رح يصير في تغيير بكثير محلات بلبنان حتى بالشارع الشيعي. يعني شو قصدك بتغيير؟ رح نشوف وجوه جديده، قصدك مستقلين مثلا؟ نعم، في اكثر مستقلين، في ناس اليوم عم نشوفهم بالحراك، اليوم على الارض عم بينزلوا، هول الناس اقنعوا الشارع تبعهم، وانا برايي خاصه انه كان في عندهم هالشجاعه انه يطلعوا يحكوا، وصار لهم 35 يوم قاعدين على الارض و35 يوم عم بيشجعوا عم بيساعدوا الناس على الارض. ايه انا برايي في اليوم ذهنيه جديده مختلفه، ويلي بعد ما قريها بيكون كثير كثير مغلط. اليوم الشباب ما عم بيسمعوا لاهلهم، نحن اولادنا، انا اولادي اليوم على الارض ما بيسمعوا لي، هن اولادي صاروا تقريبا ذهنيا غير محل. الاشياء اللي عم نورطهم اياها من مشاكلنا من عقدنا من تركيباتنا ما بقى بدهم يسمعوها، ما بدهم يورطوها، ومنهم المقتنعين انهم يكفوا فيها. هل بتعتقد ان الاحزاب اللي واكبت الثوره او اللي قالت انا بتبنى مطالب الثوره بعدها قادره انه تقنع العالم بالتصويت لها؟ لانه عم نسمع كلهم يعني كلهم وفي رفض للاحزاب ونحن بدنا مستقلين، رح يقدروا برايك يرجعوا يستقطبوا الشارع؟ مشان هيك بدهم يقوموا بمبادرات غير انه يطلع يقولوا نحن مع الثورات، ما بيقدي هيدي الثوره ما بقى عم تقبضهم وما عم تصدقهم، ما بقى بدهم يسمعوا هالحكي، بدهم يشوفوا مبادرات على الارض تتعلق بكيف بدهم يخففوا البطاله، كيف بدهم يساعدوا الناس، كيف بدهم يفتحوا يخلقوا فرص عمل، كيف بدهم يعملوا من لبنان منطقه احسن الى اخره. كل هيدا الموضوع يصير في العاصمه الاي تي بالشرق الاوسط. يعني بدك الحزب يتحول ل ان جي او مثلا؟ لا مش ان جي او، بس لمؤسسه عم تنتج اشياء تتعلق بالحياه اليوميه للناس يلي هي مفروض هيك تعمل. يعني
مثلا كل الأحزاب شغلتها هي تخلق رفاهية للناس، تخلق طمأنينة للناس، تخلق أنه الناس ما تعوز تروح تموت على باب المستشفيات، أنه تقدر تعلم ولادها بآخر النهار. هيدا هو الهاجس الأساسي، ومش هناك الناس انتفضت. أحزاب الموجودة حاليا بالعمل بالمعترك السياسي، سوري، مش عم بيعملوا سياسة الأحزاب اليوم؟ ما هيدا بدي أسألك. أنا ما برأيي عم بيعملوا سياسة اليوم بالأحزاب، خلوهم يعملوا شيء بينفع الأحزاب بآخر النهار. مثل شو يعني؟ شو هو الشكل اللي بتعتقد الحزب لازم يلجأ له بالمرحلة المقبلة ليرجعوا؟ يعني لأنه أصلا الحياة السياسية لا تنتظم بلا الأحزاب، فما فينا نقول ما بدنا أحزاب. أكيد بدنا أحزاب، بس أنا بآمن بالأحزاب العمل الحزبي أكيد. صحيح، شو لازم يغيروا؟ كيف لازم يكون شكلها هذه الأحزاب لترجع تقدر تكتسب ثقة الشباب؟ أنا برأيي الأحزاب لازم اليوم تتحول لمكانات تخلق، لازم تغير ببنيتها بشكلها. اكيد ببنيتها، اكيد بدها تغير ببنيتها، بدها تنفتح على الاخرين، وبذات الوقت تحول المكنه تبعيتهم الحزبيه، انه بدل ما تكون بس نعيط لهم وقت طويل بنروح بالدم بنروح بالدم يا زعيم نحن كذا، تتحول حقيقه لاداه عم تنتج على الارض، عم تنتج شغل، عم تفتح تجيب فرص عمل، عم تحل مشاكل الناس الى اخره، مش يحسوا الناس انه الزعيم بدي اروح انا لعنده اسحف اسحف تقدر اوصل لعنده بس ايده حتى يقدر يفوت الابن. يعني هي بمنطقة الزعيم اكيد الوفاء للزعيم. شو رايك بهيدا الجمله؟ الوفاء للناس هلا بده يكون مش للزعيم، لانه يمكن بالمنطق الديمقراطي ما لازم الواحد يكون عنده وفاء مطلق للزعيم، لازم يكون في محاسبه اكيد للزعيم. طيب بشعار كلهم، بشعار كلهم يعني كلهم، هل يطال هذا الشعار برايك كل السياسيين اللي تعاطوا بالشان العام بالفتره الماضيه؟ أكيد أنا برأيي رح يكون في تفاوت، يعني كلهم أكيد في حماس رح تعملوا كلهم، يعني كلهم أكيد إنه في أنا برأيي تفاوت بقديش كلهم، لأن بآخر النهار مش كلهم زعران مش كلهم حرامية. أكيد هذا مع الوقت الناس رح تبلش تعمل انديسيرنومار، رح يبلشوا يميزوا بين حقيقة يلي خرب البلد وحقيقة يلي نفع البلد. في كتير نفعوا البلد؟ بالمرحلة الأخيرة أنا برأيي لا، ما في كتير نفعوا البلد، بالعكس رجعوا البلد لورا. النواب اللي كانوا عم بيقدموا طعون بالضرائب، اللي كانوا عم بيحاولوا يعملوا خرق بالقرارات، حاولوا ما في شك، هدول اللي كانوا عم بيحاولوا. كيف بتقيم أدائهم؟ أدائهم كان ممتاز، وكنا بحاجة لناس هيك، وصاروا يخوفون، خوفوا الطبقة السياسية، صاروا ينتبهوا، وقدوا يطلعوا قانون صاروا ينتبهوا، معقول يروح ياخذونا على الطعن؟ إيه خلقوا لهم إذا بدك شوية انتظام بالحياة السياسية. بس هل تعتقد إنه هول النواب بالتحديد قدروا اكتسبوا ثقة الناس؟ ما شفنا كثير يعني بالشارع بهيك الثورة بالتحديد انه ميالين لالون، شو رايك؟ مزبوط، ما كانوا ميالين لالون، وفي بعض يعني يمكن البناء على هيدي التجربه. ايه من نعم. اجل نعم ممكن البناء عليه. بدي اخذ رايك بالقضاء، بالقضايا الفساد اللي فتح يعني ملفات مسيسه باعتبار انه طالت شريحه معينه، البعض قال انه لا هيدي بدايه جيده فينا نبلش بمطرح معين.